موجة فيضانية عارمة اجتاحت منطقة البغدادية غربي مدينة سامراء، لم يسلموا منها الحرث والضرع. السيول لم تغرق بيوت ومنازل أهالي القرى فقط، بل تسببت بتلف مئات الهكتارات الزراعية، كما نفقت المواشي التي كان يعتمد عليها السكان في تأمين معيشتهم، كما ويضع هذا الارتفاع الخطير للمياه حياة آلاف المدنيين أمام نزوح جديد، هربا هذه المرة من الفيضانات. سرايا السلام سارعت لإنقاذ الأهالي الهاربين من الموجة الفيضانية، والذين بدورهم وجهوا شكرهم لها، مطالبين الحكومة إيلائهم بعض الأهمية. يا حكومة صلاح الدين أنه تجون تجيبونا آليات، نريد نعمر سدودنا، زروعنا راحت، بيوتنا تهدمت، غرقت، عوائل تهجرت، يعني هاي الناس شنو ذنبها؟ زروعها راحت انتهت، فإحنا يعني والله ما عارف شنو الحل. واحنا نشكر سرايا السلام انه جونا الجهد الوحيدين بس سرايا السلام يجوا لهاي المنطقه وفزعونا ورحم الله والديهم خلف الله عليهم، واحنا ممنونين لهم كلش. لا اجى مسؤول، صار لنا 10 ايام هنا يعني نشتغل بالشفلات، ونشكر اخواننا السرايا طبعا شكر جزيل في الياتهم اللي هي موجوده هسه ضمن الاليات مالتنا، وده نشتغل وهاي الاف الدوانم راحت، آلاف مؤلفة وبيوت تهجرت وناس نزحت، وما شفنا مسؤول صار 10 أيام ولو عاد يتفقد أحوال الفلاح. آخرون قالوا أنهم استغربوا صمت المسؤولين، فبحسب قولهم هنالك مزارع على مرمى البصر اختفت بسبب مياه السيول، ولم يصل أي مسؤول عراقي للاطلاع أو نجدة المتضررين. تتسع هذه المكانات من المزارع اللي ما لها لا أحد ولا طرف، غمرتها المياه بسبب الفيضانات والسيول اللي قادمة علينا من جهة سد موصل وبسبة الأمطار. هذه المنطقة تتسع ملايين الطنون من الحنطة والشعير والمزارع من الرق والبطيخ والطماطم والخيار وكافة الخضروات. اتأذت العالم يعني أذية، بس والله سبحانه وتعالى يعوض. وتضاربت الأنباء بشأن ما تمثله الفيضانات الحالية من خطر حقيقي على العراقيين، ففي وقت تؤكد فيه جهات حكومية سيطرتها على السيول، يؤكد مسؤولون سابقون أن الخطر يهدد الملايين من سكان البلد. هذا وهب أهالي سامراء بالتعاون مع سرايا السلام لإدامة الحواجز الترابية التي أنشئت للمناطق المنخفضة، لكن كل هذا لم يجدي نفعا في ظل الارتفاع الكبير لكميات المياه القادمة من الموصل. فما الذي ينتظر العراق بعد كل هذه المصائب؟